سنبدأ رحلتنا السياحية هذا الأسبوع من تنزانيا، وتحديداً من منطقة جبل كليمنجارو، وهو أعلى جبل في إفريقيا وأكثر براكين العالم ارتفاعاً، إذ يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر نحو 6000 متر، وهو مسجل على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي. فلا تفوت فرصة القدوم إلى هنا أثناء زيارتك تنزانيا. تنظم رحلات لتسلق هذا الجبل على شكل مجموعات من السياح لا يقل عددهم عن 10 أشخاص، يرافقهم نحو 20 حمالا، إضافة إلى أدلاء يعرفون الطريق إلى قمة هذا الجبل. يتولى الحمالون نقل أمتعة المتسلقين من خيام وأكل وشرب للمجموعة. يعد جبل كليمنجارو فريداً من نوعه من حيث تنوع المناخ، فهنا الاستوائي عند حافة وأسفل الجبل، وكذلك المناخ القطبي على أعلى قمته، وهذا يفسر تنوع النباتات والحيوانات في هذا المكان. كثير من السياح يأتون إلى هنا للتمتع بمشاهدة الحيوانات والطبيعة الجميلة في هذه المنطقة من دون تسلق كليمنجارو، إذ تستغرق مدة تسلقه أسبوعاً كاملاً. أنصح بالتمتع بمشاهدة جبل كليمنجارو من بعد والتقاط صور لقمتها البيضاء بالرغم من وجودها في هذه المنطقة الاستوائية، والتقاط صور للحيوانات البرية كالقردة مثلا. ليث بزاري، العربية، تنزانيا.